السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي الكرام متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف أتطرق إلى شرح طريقة توصيل كاميرات المراقبة. إذا بدون إطالة، إذا بالمناسبة هذه الحلقة كاين بزاف الإخوان اللي يطلبوها لي. إذا بدون إطالة نبدأ الحلقة تاعنا تاع اليوم. إذا أول شيء نبدأ في مكونات يعني تاع الكاميرات المراقبة. إذا كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة، إذا لدينا هذه يعني كاين عده انواع وعده اشكال من يعني الكاميرات المراقبه. اذا نشوفوا برك، اذا مثل هذه الكاميرا تستخدم داخل المنزل، اما هذه وهذه يعني يستعملوهم خارج المنزل. اذا هذو يستحملوا يعني درجه حراره وايضا البروده والغبار، اما هذه لا تستحمل هذه الاشياء. اذا الان نشوفوا يعني مكون واحد اخر. إذا نشوفوا هذا الجهاز اللي هو جهاز الدي في ار، إذا هو جهاز لتسجيل الكاميرات المراقبة. إذا يعتمد على بث يعني تلفزيوني والتخزين في ذاكرة هذا الجهاز، يعني هو ليسجل هذا الجهاز. وأيضا إذا حبينا مثلا نغيروا في إعدادات الكاميرات ولا، إذا من خلال هذا الجهاز. إذا أول شيء نشوفوا بعض يعني نقاط التوصيل لهذا الجهاز. إذا عندنا هذه الأربعة، إذا ربما أنت تلقى أربعة ولا ستة ولا ثمانية ولا، إذا تلقى كما راكم تشوفوا لهنا مكتوب فيديو إن إنبوت، يعني إذا مداخل الكاميرات. إذا لهنا اتش دي ام اي هو يعني اللي ربط لشاشة البث، هذا إذا حبينا نربطوه مع الحاسوب. إذا عندنا هنا الميكروفون لهنا إذا حبينا يعني الصوت. لهنا عندنا الموزة او اللاسوري، لهنا نفس الشيء. لهنا عندنا الكابل الانترنت، اما لهنا عندنا مدخل تاع 12 فولت يعني نغذيو به هذا الجهاز. اذا عندنا شاشة العرض كما راكم تلاحظوا في هذه الصورة، وايضا الاسلاك اللي نستعملوهم مع الكاميرات كما راكم تلاحظوا، وايضا عندنا الباور سبلاي. اذا عندنا مدخل 220 فولت الآن والآن، يعني تجينا في هذا المكان اللفاز ولا الطور، اما في حرف ان يعني الحيادي او النتر، اما لهنا يعني يكونوا مخارج. اذا عندنا في ناقص وفي ناقص ايضا، في زائد وفي زائد، يعني لهنا عندنا مخارج تاع 12 فولت. اذا مثلا اذا حبينا نغذيو الكاميرا ب 12 فولت، اذا نخرجوا بفي ناقص والفي زائد باش نديو 12 فولت. إذا نشوفوا الآن طريقة التوصيل. إذا مثلا إذا حبينا نستعملوا ثلاثة كاميرات كما راكم تلاحظوا، هذه الكاميرات يكونوا خارجية أنتم يعني حسب الاحتياجات تاعكم. إذا عندنا الدي في آر، وعندنا الباور سبلاي، وأيضا شاشة العرض، وعندنا هذا مقبس أو مأخذ كهربائي لتغذية هذا يعني شاشة العرض، وأيضا الباور سبلاي. عندنا هذا الشارجور او محول باش نغذيو به هذا الجهاز ب 12 فولت اللي هو الشارجور او الشاحن. اذا الان نبداو من يعني هذا اللي فيش HDMI، اذا نوصلهم مع شاشه العرض كما راكم تلاحظوا بهذه الصوره، اذا بهذا الشكل. اذا عندنا هذه الكاميرات، اذا عندنا هذا باللون الاصفر يروح الى الدي في ار الى هذا المكان كما تطرقت في بدايه هذه الحلقه. ثم بعد ذلك عندنا الكاميرا رقم 2 ايضا نفس الشيء، انتم حسب الاحتياجات تاعكم يعني تستعملوا تشريوا الدي في ار حسب الكاميرات اللي عندكم في المنزل. وايضا نروحوا الى الكاميرا رقم 3، مثلا احنا نستعملوا 3 كاميرات فقط، انتم تقدروا تستعملوا حتى 4 اذا استعملتوا هذا الجهاز الدي في ار. إذا الآن نشوفوا نوصلوا هذا الباور سبلاي، إذا كما راكم تلاحظوا أو مصدر التغذية، نديوها إلى مأخذ الكهربائي بهذا الشكل، ثم نخرجوا بالسلكين فقط. نروحوا إلى الكاميرا رقم 1، إذا هذا يعني هو السالب، سلك السالب، ونخرجوا بالسلك أيضا الموجب. نروحوا إلى الكاميرا رقم 1، ثم بعد ذلك أنا يعني درت هكذا باش يعني ما نطولوش برك لا فيديو، أنا جبت من هذا المكان فقط. أنتم يعني كما راكم تلاحظوا جبت واحد
السلك من السالب والاخر من الاحمر من الموجب. اذا ديتهم يعني نفس الشيء، انا جيت من السلك لهنا فقط باش ما نطولش لا فيديو، انتم تقدروا ترجعوا حتى الباور سبلاي الخاص بكم، ثم بعد ذلك نوصلوا ايضا الكاميرا رقم 3 بهذا الشكل. اذا الى هذا لقد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، اتمنى انني نوفقت في الشرح. اذا لكم اي سؤال كتبونا في الكومنتار، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته للحلقه القادمه ان شاء الله.